طبعا احنا بصفتنا راح نكون رئيس لجنة المراقبة، اتخذنا مبادرة لوضع آلية لمراقبة الانتاج او لمراقبة الدول كي تلتزم بحصتها من الخفض الانتاج. وبالتالي اجتمعنا مع الأمين العام لأوبك وراح نضع آلية مشتركة ما بين رئاسة اللجنة وما بين الأمين العام لأوبك لمراقبة خفض الإنتاج. مثل ما الجميع يعلم أن ما في عندنا سلطة لردع الدول عن زيادة الإنتاج، لكن احنا نأمل أن خفض الإنتاج والأسعار التي استطعنا أن نحققها أو يحققها السوق الحقيقة كافية لأن تلتزم الدول بنسبتها من الخفض. حضرتك ذكرت أنه ما فيكم تجبرون، نعم. ولكن في حال بعض الدول ما التزمت، شو الإجراءات اللي ممكن تاخدوها؟ طبعا أول إجراء أن احنا نخاطب المحافظ الدولة اللي موجودة لدى الأوبك ونحثها على الالتزام بالخفض، وإذا لم يحصل راح نخاطب وزير النفط المعني في الدولة. وفي يعني خلنا نقول إن شاء الله ما تحدث، بس ممكن إن احنا نصعدها حتى على مستوى رؤساء الدول. طب بالنسبة للكويت اليوم إنتاجكم وين خفضتوا؟ شو هي الحقول اللي عم بتشارك بهذا الخفض؟ احنا استغلينا الفرصة للخفض لنعمل صيانة لبعض الآبار اللي موجودة عندنا، سواء كانت في حقل البرقان أو في الحقول الشمالية. احنا أوضحنا سابقا أن احنا نزلنا النسبة اللي مقررة لنا وزيادة عن النسبة حتى نكون مثال للدول اللي يحتذى فيه. قديش الزيادة حتكون؟ احنا حاليا حصتنا من الخفض 133. اليوم أنا بلغت إن إحنا نزلنا 6000 زيادة عن الخفض، ويمكن حتى ننزل يمكن إلى 146 أو 148 من الخفض. هل تبحثون مع دول أخرى غير روسيا من خارج أوبك ربما للمشاركة بهذا الاتفاق في خطوات لاحقة؟ حاليا طبعا الاتفاق تم في فيينا بناء على اتفاق 24 دولة اللي قدرنا نحصل منها، وقدر الأمين العام الحقيقة أن يتراسل معهم، بالإضافة إلى جهود الأخوة من قطر والسعودية. حاليا ما نشوف إحنا في حاجة لدول أكثر، راح نشوف الإنتاج إن شاء الله، نشوف التأثير خفض الإنتاج إن شاء الله في الشهور القادمة، وبناء عليه راح نقرر إن شاء الله. يمكن بعض الدول لما تشوف نتيجة الخفض هذه تنضم طواعية من نفسها يعني. طب اليوم قديش تقدرون الانتاج الفائض في الانتاج يقدر بعد الخفض اللي قريناه في الأوبك اللي هو 1.8 تقريبا؟ احنا نعتقد انه ما في زيادة في السوق. الزيادة اللي تحدث حاليا من النفط الصخري او من ليبيا او من يمكن ايران بعض الشيء، نعتقد انها ما ترقى الى كمية الخفض اللي تمت. وبالتالي راح نشوف ان شاء الله خلال الشهر القادم نتيجة الخفض هذا في المخزونات، اللي الأرقام راح تنشر عن المخزون إن شاء الله. طب بأسعار تتراوح 50 إلى 55 دولار، توقعاتكم لسوق النفط بال 2017، وهل استثمارات الكويت لا زالت قائمة أو راح تزيدوها إذا الأسعار طلعت بالقطاع النفطي بالكويت؟ إحنا استثماراتنا ما نزلت، يعني حتى في 2014 لما نزلت أسعار البترول استراتيجية الوزارة عندنا ظلت كما هي عليه. عندنا خطة لغاية 2020 لصرف ما قيمته تقريبا 120 بليون دولار، ولم تتغير هذه الخطة، لأن احنا نعتقد أن النزول كان نزول مؤقت، وأن هذه استثمارات طويلة الأمد ومردودها راح يكون كبير على الكويت. وتوقعاتكم للأسعار، هل تتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 65؟ أنا قلت مساع سؤال السنة هو شرطي المنظمة شنو راح يسوي. الآن الأسعار ما أقدر أتنبأ فيها، الأسعار ممكن أقول أنا 55، ممكن أقول 60، وبالنهاية ترجع إلى 50 بناء على المعطيات السوق. ف
فإحنا نأمل أن المستويات الحالية تظل، التوقعات كلها إن شاء الله أن تظل فيها الحدود بين 55 و60، وحتى التوقعات لسنة 2018 إذا التزمت الدول إن شاء الله وظل الديماند على الطلب على النفط في ازدياد كما هو حاصل حاليا، وازدياد النمو في الصين وفي الهند كما هو متوقع، إن شاء الله تطلع فوق 60 بعد. طب على غرار الإمارات والسعودية، هل الكويت قد تحذو حذو الدولتين بخصخصة بعض الشركات التي تقع تحت مظلة شركة النفط الكويتية؟ في بعض الأنشطة محظور علينا دستوريا أن نخصصها، الأنشطة المتعلقة بالثروة النفطية في الكويت محظور علينا أن نخصصها. إحنا حرصنا في وزارة النفط أن الخصخصة تكون على الأنشطة غير الرئيسية اللي هي الاكتشاف أو الإنتاج، هذه ما نقدر نخصصها، بس الخدماتية اللي تتعلق في الصناعة النفطية ممكن أن تكون خصصتها جائزة إن شاء الله. يعني في مباحثات أو في خطط لخصخصتها؟ في عندنا برنامج الخصخصة، وموضوع في بعض الأنشطة الخدماتية اللي راح تكون عرضة للخصخصة إن شاء الله. في موعد محدد للخصخصة؟ والله خلال السنوات القادمة إن شاء الله، السنتين الثلاث القادمين إن شاء الله.